شاهدوا إياكم دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب. وعاشت قيادتنا الرشيدة وما تليه من اهتمام كبير جدا في كل المجالات، ويأتي بالتأكيد المجال الرياضي كواحدة من الأمور المهمة جدا، والدعم اللامحدود، الدعم اللامحدود للرياضة السعودية والتقديم الكبير لها والتقدير في نفس الوقت. بالتأكيد نحن في كامل السعادة وفي كامل الحظ حقيقة لنتيجة لهذا الدعم الكبير التي تقدم قيادتنا للرياضة السعودية والأرقام الكبيرة اللي تتحقق. ضد التعاون، هذا بالنسبة لسجل مدربي الفريقين أمام بعضهم البعض. الكرة على طول ملعوبة تصل إلى الأمام لنالدو، عادت وصلت إلى الأمام، تمريرة تعود يتوب، استلم توب دور، لا 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 لا، هذا اللي يخلصك من كل المشاكل، هذا اللي يعطيك كل الحلول، وهكذا يقص شريط الموسم بالنسبة للتعاونين. وهات العرضة يا توامبا، وهات الرقصة يا توامبا، توامبا توامبا توامبا، ومن غيره في كل موسم وفي كل مباراة وفي كل هدف نعيدها ونقول من
غيره من غيره. يا فيلز ما تعرف توامبا لسه، ما تعرف توامبا لسه، يدور ويشوتها ويضعها في حلق المرمى ويسجل معها اول اهداف السكري. هذا توامبا، ودائما نقولها ونعيدها، جاكم توامبا، جاكم، جاكم توامبا، جا وحش الكاميروني على الذئب التعاون الذي يرفض ان ينتهي الشوط الاول دون ان يسجل. الشوط الثاني اتحول بالصوت والصوره الى الزميل التركي الشديد عبد الله الغامدي، استودعكم الله، الى اللقاء. فيه فتح ايضا افضل من الشوط الاول، وننتظر اثاره كبيره. الشوط الاول رفضت وامبا ان ينتهي سلبيا. صافره الشوط الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم عبد الله الغامدي يحييكم ويرحب بكم مره اخرى عبر الاس اس سي. افتتاحية واحدة انتهت تعادل ايجابي 1-1، وواحدة بفوز تعاوني 4-1. ماذا على اليوم؟ ماذا على اليوم؟ راح فهد، انطلق الرشيدي، سواها 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 الذئاب. هكذا تلعب المرتدات، هكذا تلعب المرتدات، الطريقة متقنة، النهاية سعيدة. الفهد هرب وضرب وأسعد التعاونيين في كل مكان. الرشيدي يضيف الهدف الثاني، عكس مجرى اللعب تماما، عكس مجرى اللعب تماما. وفهد يتقدم، شوف التمريرة، شوف التمريرة، وشوف الانطلاقة، وشوف الكرة، سقط فهد بعد تصدي ملائكة، ومن ثم المتابعة، المتابعة، مهداوي، مهداوي، برافو برافو، تحية أشرف على هالتمريرة، وضعك أمام المرمى، وضعك في انفراد صريح. والرشيدي بالقدم اليسرى يضعها في شباك الفاتح. حتى وإن كان التعاون لا يظهر هجوميا كما يجب، إلا أنه يعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف من أين تؤكل الكتف. والذئب عمره ما يهرول العبث، عمره ما يهرول العبث. التعاون يصل ويعرف.
دقيقتين الآن ونصف مضافة على الوقت بدل الضائع. خلاص أعتقد أن حكم المباراة خالد طريس نعم يطلق صافرة النهاية معلنا فوز بنتيجة سحق بالتأكيد للتعاون لأن عرف من أين توكل الكتف. أيا كان الشكل الفريق أيا كان مستواه إلا أن التعاون عرف كيف يخطف النقاط كامل.